احنا معنا عندي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية. مساء الخير يا استاذ حمدي. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ حمدي، شرفنا بلقاء سيادة الوزير امبارح وقال لنا عن الخبر ده اللي شفناه واقع واتحقق على الارض النهارده بخطوات واجراءات تنفيذيه. الاجتماع طبعا بحضور هذا العدد من الوزراء وخطوات ان شاء الله يعني هنشوفها بتحقق على الارض. فانا عايزه افهم بس الجزئيه دي، طبيعه الاجراءات اللي هتتم، الاليه، الاجتماع ده اسفر عن ايه؟ نقول خطوه تمهيديه وهيعقبها خطوات تانيه، يعني وصف لنا الموضوع يا فندم اللي تم النهارده. تمام، انت عارفه حضرتك اليوم كان الاجتماع الوزاري الاول لمنتدى غاية الشرق المتوسط بحضور الدول اللي هي موجوده في الشرق المتوسط اللي هي مصر والاردن وايطاليا كانت موجوده واسرائيل وفلسطين وبالتالي واليونان، فبالتدول الدول اللي هي المؤسسه لهذا المنتدى. فبالتالي النهارده كان المنتدى برئاسه المهندس طارق مولا البترول. هذا المنتدى النهارده كان الوزراء اتكلموا واتناقشوا مع بعض، والهدف الاساسي ان عايزين يبقى في تكامل وفي تنسيق على اعلى مستوى بحيث ان يبقى في استغلال اقتصادي امثل للثروات الغازيه التي تحققت. احنا عارفين ان منطقه البحر المتوسط تم خلال الفتره الاخيره تحقيق اكتشافات كبيره سواء في مصر او في قبرص او في اسرائيل. فبالتالي الوزراء اكدوا على اهميه ان يبقى في تكامل وفي تنسيق عشان يقدروا يحققوا استغلال اقتصادي امثل لهذه الثروات وفي نفس الوقت البنيه الاساسيه اللي موجوده. وده طبعا متمشي مع المشروع بتاع مصر ان احنا عايزين نتحول لمركز اقليمي لتجاره وتداول البترول والغاز. تمام يا فندم. طيب هو الاجتماع اللي جاي ان شاء الله في ابريل، هو طبعا النهارده اللي كان الاجتماع الوزاري، غدا ان شاء الله المسؤولين الموجودين من الدول كلها في اجتماع هيتم غدا على اجتماع بالنسبه لهم هيتم فيه ان شاء الله الدراسة. لمين؟ لوزراء الطاقه؟ لا يا فندم، للمسؤولين عن في هذه الدول، يعني في هذه الدول المسؤولين عنهم اللي هم اللي كانوا اعضاء الوفد الرسمي اللي موجودين. اجتمعوا بقيتهم بكره غدا. تمام، هيتكلموا هيشوفوا الجزء الخاص بالاجراءات والهيكل الخاص بالمنتدى وان شاء الله يرفعوا التوصيات للمجلس للوزراء ان شاء الله عشان يناقشوها في اجتماع المقبل ان شاء الله هيبقى في ابريل. بس واضح ان الفتره البينيه ما هيش بعيده، يعني اجتماع النهارده بكره المسؤولين، يوم في ابريل اللي جاي ان شاء الله يتم عرض ما توصلوا اليه. فمعنى كده ان المساله ان شاء الله يعني ماشيه بخطوات سريعه، يعني في نيه واراده حقيقيه من كل الاطراف اللي بنتكلم عنهم واللي حضروا النهارده لتحويل المساله الواقع. يا استاذ حمدي، احنا لمسنا ذلك حتى فيما يتعلق بمندوب الاتحاد الاوروبي كان موجود واعلن تاييده ولهذا المنتدى، وسواء من النواحي الماليه او الفنيه او السياسيه. واكيد طبعا انت عارف حضرتك ان الغاز الموجود دوت برضه الاتحاد الاوروبي بيسعى ان يكون في مصدر الامدادات، مصدر اضافي للامدادات للغاز. احنا عارفين ان الغاز الطبيعي دوت هو المصدر من مصادر الطاقه الرئيسيه زي ما قال الوزير امبارح، يعني اوروبا تامن احتياجاتها من الغاز واستمراريتها بشكل يعني تمام يا فندم. تامين الامدادات نفسها واستمراريتها من مصادر، فاحنا بنوفر لهم هذا البديل. يعني بنوفر هذا البديل لان مصر بتمتلك البنيه الاساسيه القويه، بنمتلك مصانع الازاله الموجوده، بنمتلك شبكه قوميه قويه جدا للغاز الطبيعي. والهدف الاساسي ان احنا عايزين الغاز الموجود في الشرق المتوسط كله يتنقل لمصر، هنا يتم حضرتك إعادة تصديره من خلال مصانع إسالة، أو يتم إذا كان يتم استخدامه داخل مصر. إحنا عارفين إن مصر مقبلة على خطة نموية كبيرة، هيبقى في مشروعات الطاقة مهمة جدا وهي عصب التنمية. فبالتالي حضرتك أنت بيبقى متوفر عندك هذا الغاز موجود عندك، لأن الغاز قانون تنظيم سوق الغاز هيسمح للقطاع الخاص إن هو يقوم بكل الأدوار، سواء كان استيراد سواء تصدير سواء نقل كل او سواء بيعه حتى في السوق المحلي للمستثمرين او للمشروعات اللي هيتم ان شاء الله اقامتها. كل دوت هيحقق فوائد كثيره
وعائدات كثيرة للاقتصاد المصري إن شاء الله. وعلى المواطن بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا أستاذ حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول. الحقيقة يعني من مشكلة في الغاز من كم سنة وقضايا تحكيم لاكتشافات جديدة بعد ترسيم الحدود لاكتفاء ذاتي لخطوة لها علاقة بتصدير الغاز، إنه مصر تتحول بعد كده لمركز إقليمي للطاقة. يعني نقول الحمد لله قدرنا ان احنا نكون موجودين، قدرنا ان احنا بعد ما كنا في أزمة حقيقية لا عدينا الأزمة ويعني تفوقنا على نفسنا كمان. الحمد لله يا رب ان كل ما بنشوف أخبار إيجابية بالشكل ده الواحد بيطمن وبيحس ان في شغل وفي ناس بتجتهد علشان توقف البلد دي على رجليها ويعني ناخد ما نستحقه يعني الحقيقة. فإن شاء الله يعني كل الأمنيات بالتوفيق في هذا الملف، لأنه طبعا هيبقى حاجة محترمة لمصر. والمسألة ما هيش سهلة، يعني خلينا أقول لأن في قوة وفي أطراف إقليمية هي موجودة أصلا في هذا المجال بقى لها فترة طويلة، فبالتالي مش هتكون مرحبة قوي. وطبعا عارفين يعني المصالح السياسية، ويعني مبقاش حد أبدا عايز إن هو يسيب مكانه، هو محتكر مسألة توصيل الغاز بدون ذكر أسماء، لكن وجود مصر دي ضربة قوية مش بس في الناحية الاقتصادية لكن سياسيا كمان.